وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، والذي تم تطبيقه في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وأثبت كفاءته بشهادة المستفيدين الذين يبلغ عددهم 4,600,000 مواطن. وفي هذا الإطار أكد وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محمد معيط أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستمتد إلى محافظتي السويس وأسوان بدءا من العام المالي الجديد. هذا وأوضح معيط أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تعكس القدرة على استدامة التدفقات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل.